اللهم أرن الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، عين الإمام إذا وقعت على بشر على موالي هذا الإنسان ينقلب رأسا على عقب. عين الله الناظرة ويده الباسطة، الإمام نظرته نظرة تغير واقع الإنسان. مر الإمام يمشي في الأسواق ويرى البشر، لا قيمة لهذه النظرة. أما إذا كان الإمام يأتيك وينظر إليك وأنت في طواف أو في سعي أو في صلاة أو في مناجات، هذه النظرة تحييك، هذه النظرة تضمن لك سعادة الأبد. وما في داعي الإمام يحضر معك في المجلس، هو في أينما كان برضوى أو غيرها أو ذي طوى ينظر إليك. النظرة، الإشراف، الرعاية الدقيقة. اسمعوا لهذا الحديث الذي ننقله من هذا الكتاب الشريف. انظروا إلى تعامله مع المؤمنين، يدخل المساجد، بعض الأوقات ما يصلي في المسجد لما سنذكره قبل قليل. يقول: حدثني السيد مرتضى النجفي، وهذه قصة يذكرها المجلسي عن يذكرها يذكر في هذا الكتاب الشريف. اسمعوا لهذه القصة. يقول: وكان معروفا عند علماء العراق بالصلاح والسداد، صاحبته سنين سفرا وحضرا فما وقفت منه على عثرة في الدين. قال: كنا في مسجد الكوفة، والكوفة والسهلة من المواطن التي يزار فيها صلوات الله عليه، وطالما عثر على وجوده الشريف وهو يعبد ربه في تلك المواطن مع جماعة من العلماء. يقول: وقد سألته عن اسمه غير مرة فما كشف عن ذلك الذي كان له من الأسرار. يقول: حضر وقت صلاة المغرب، جلس الشيخ في المحراب للصلاة والجماعة في تهيئة للصلاة بين يديه ومؤذن ومتطهر، وكان في ذلك الوقت في داخل الموضع المعروف بالتنور ماء قليل مجراها عند عمارة مقبرتها لابن عروة. المهم: جئت لأتوضأ فرأيت شخصا جليلا على هيئة الأعراب قاعدا عند الماء يتوضأ، وهو في غاية من السكينة والوقار والطمأنينة، وكنت مستعجلا لخوف عدم إدراك الجماعة. رأيته كالجبل لا يحركه شيء. قلت: وقد أقيمت الصلاة، ما معناه؟ لعلك لا تريد الصلاة مع الشيخ؟ أعاتب هذا الأعرابي، يقول: لما لا تستعجل؟ أدرك صلاة الجماعة. أردت بذلك تعجيله، فقال: لا لا، أنا لا أريد أن أصلي جماعة. قلت: ولما؟ قال: لأن هذا الشيخ شيخ دخني، هذا الشيخ يفكر بالسمسم، دخن نوع من النبات الصغير، على كل حال نبات لا قيمة له كثيرا. المهم، يقول: هذا الشيخ شيخ مثلا سمسمي قمحي شعيري. قلت: ما معناها؟ فما فهمت مراده، فوقفت حتى أتم وضوءه. فلما قضيت الصلاة وانتشر الناس وقد ملأ قلبي وعيني هيئته وسكونه، ذكرت لإمام الجماعة ما جرى. أعرابي قال: هذا الشيخ شيخ دخني، هذا الشيخ ما يصلح لي، معنى ذلك أنه ما يصلح لإمامة الجماعة. يقول: تغيرت ألوانه، تغير حاله وصار متفكرا مهموما. قال: قد أدركت الحجة صلوات الله عليه. وما عرفته وقد أخبر عن شيء ما اطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. اعلم إني زرعت الدخن هذه السنة، زرعت هذا النبات في هذه السنة، محل خوف وخطر من جهة أعراب البادية. فلما قمت إلى الصلاة دخلت فيها ذهب فكري إلى زرع الدخن. هذه السنة هذه الدخنة تنبت لا تنبت، أعراب البادي يصادرون زرعي ما يصادرون زرعي، وأهمني أمره. فصرت أتفكر فيه وفي آفاته. فالإمام علق: هذا الشيخ شيخ دخني، لا أصلي وراءه. المهم إخواني، هذا اطلاعته على أفكار المصلين. شيخ يصلي جماعة في محراب وهو يفكر في زراعته، الإمام يتألم لما هو مشغول فيه. إذن إخواني، هذه الرعاية الدقيقة لصاحب الأمر صلوات الله عليه. ما دام الأمر كذلك، ألا ينبغي أن نعيش حالة من التوجس والخيفة
إذا حل غضبه على إنسان، على إنسان إلى الإمام لم يرتضي إنسانا مؤمنا أو مؤمنة، فأين له النجاة؟ صلوات الله عليه. يأتي ذلك اليوم يقول: والله يا مفضل اسمعوا إلى إمامكم الصادق كيف يصف الإمام وزمان خروجه، يا مفضل كأني أنظر إليه وقد دخل مكة وعليه بردة رسول الله صلى الله عليه وآله، وعلى رأسه عمامة صفراء، وفي رجليه نعلى رسول الله، يصل إلى البيت ويظهر وهو شاب فدته شباب الأرض الذي يظهر أمام الكعبة، يقول: قال المفضل: يا سيدي، فمن أين يظهر وكيف يظهر؟ قال: يا مفضل، يظهر وحده، ويأتي البيت وحده، ويلج الكعبة وحده، ويجن عليه الليل وحده، فإذا نامت العيون وغسق الليل نزل إليه جبرائيل وميكائيل والملائكة صفوفا، فيقول له جبرائيل: يا سيدي، قولك مقبول وأمرك جائز، فما تريد؟ آن زمان الظهور، آن زمان الخروج، ما تريد؟ فيمسح يده على وجهه ويقول: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض، نتبوأ من الجنة حيث نشاء، فنعم أجر العاملين. بعد 1000 وأكثر من السنوات الانتظار يمسح يده على وجهه ويشكر الله على هذه النعمة، ويقف بين الركن والمقام فيصرخ صرخة يقول: يا معاشر نقبائي وأهل خاصتي ومن ذخرهم الله لنصرتي قبل ظهوري، ائتوني طائعين، هلموا إلي، أنتم المنتظرون، هلموا، ائتوني طائعين. فترد صيحته عليهم وعلى محاريبهم وعلى فرشهم في شرق الأرض وغربها، فيسمعون في صيحة واحدة في أذن كل رجل، فيجيئون حتى يكون كلهم بين يديه بين الركن والمقام،